مشاهدينا الكرام ومتابعي قناه شوف دبي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. اليوم معايا واحد الشابه اللي عندها واحد المشكل مع مولات الدار بعد ما الزوج ديالها تخلى عليها اللي كان كاري مولات الدار. دابا مولات الدار كتجي كطالبها بالفلوس وهي ما عندهاش لان الزوج اللي كان كيخلص. اليوم غتعاود لينا هاد الشابه هادي التفاصيل من الاول. السلام عليكم، قولي الاسم ديالك وفين ساكنه وعاودي لنا المشكل ديالك من الاول. اختي ليلى، انا ساكنه حاليا في مجموعه 3 في حي مولير شي. هاد السيد اختي راجلي، جيت سكنت انا وياه في الدار هادي، سكن هو اللي جا عندنا للدار كرم عند الله. دوزنا اختي واحد الشهرين هنايا، من بعد طراو شي مشاكل بيني وبينه ديال الصغير مصروف والدريات. من بعد اختي مشى هز الساكو وزاد مشى في حالاته. هبطت واحد النهار انا هابطت، لقات لي مول الدار قالت لي فلوس الكرا فين هو الراجل. قلت لها وريت القهوه فين خدام، قلت لها راه هنا فين غادي تلقاه، هنا فين غادي يعطيك رزقك. هي هذيك اختي بقات يعطيها المده ديال 3 شهور هو كيعطيها الفلوس. هاد الشهر هذا اللي ما عطيهش ليها، انا ديما كنمشي للقهوه، ديما كنمشي عند الباترون ديالو كنسولو كنقول ليه واش عطاها هاد السيده فلوسها، كيقول لي راه عطاها ليلى راه جا ولدها دار دار فلوس الكرا، فلوس الكرا وفلوس الموظف اللي كان كيعطيها. انا حتى الاخر عاد سقط الخبر ديال الموظف 3 شهور اللي عطاها هو اللي عطاها الفلوس. هي هذيك اختي حتى لهاد الايامات السيد زاد، ما عرفتش انا براسي باقا حيره في الامر ديالو فين زاد. جات عندي هنا طلعت كدق عليا في الصباح واحد الدقه اللي راه ربي اللي عالم ربي اللي كان شاهد، كتفرع عليا في الباب كندوي انا وياها. قالت لي تخوي لي عندك 15 يوم وتخوي، فين غادي نمشي اختي انا 15 يوم. وجات عندي بواحد الطريقه كتغوت وجا ولدها من اللور حيد لي التليفون، انا عندي فيديوهات عندي كلشي. قال لي تخوي لي المحل ولا غنسودي لك، قال لي تخرجي انت من هنا نسودي لك انا من هنا. بقينا في حلكا كبقاو كيغوتو، انا دخلت اختي وسديت عليا محالي ما نكذبش انا، سديت رجليك اختي وضربني الفم قلبي بدوك البوب ديال الصدور والدريه كتشوف فيا ماشي عيب وعار على انا اختي. انا اش درت انا؟ راه انا ضحيه بحالي بحال هي خلات، انا راه مخليني انا 4 شهور وانا كنجري اختي. خصك مصروف، خصك بزاف ديال المسائل. انا بغيت نعرف علاش هاد السيده تهجم عليا. انا كنطلب من رئيس المنطقه ولا القيد، السي القيد حتى هو يعيط ليا ويسط المنطقه علاش طفي عليا انا الضو. واش انا يهوديه؟ واش انا يهوديه طفي عليا الضو مهجمين عليا وخالي ليا دار بويا وطافي عليا الضو من الفوق؟ النعمه اللي عطانا السيده ربي حيدتها عليا، ما ديال حتى شي واحد ديال الله عز وجل. والكرا ديالها مخلصه فيه والموضوع ديالها مخلصه فيه، هاد الشهر اللي ما مخلصاش فيه حقراتني هاد السيده نقزاتني بزاف. انا قلت لها المخزن، قالت لي ما عاد المخزن ما يدير لك. علاش ما عاد المخزن ما يدير لي؟ حنا اختي وحنا في الدوله ديال القانون ديال الحق، حنا ماشي عايشين في غابه باش دير داكشي اللي قال لها هي. صطفي عليا انا الضو، تهجم عليا هي وولدها شي معيار. اش غنقول لك اختي؟ شي هضره على مالنا حنايا؟ انا بغيت نوصل الصوت ديالي، بغيت كلشي يشوف اللي في يدو شي حاجه غيديرها يوقفوا معايا. حيت انا ملي كنمشي للكوميساريه وكنمشي للمقاطعه كنحس براسي بحال تحقرت. اللي دويت معاه كيقول لي خوي لا محال، باش من القانون انا غادي نخوي هذا المحل وفين غنمشي؟ عباد الله كنا كان عندي فين نمشي اختي راه ما يهمنيش، راه غادي ما عندي ما ندير انا بالمشاكل. انا غادي في جنب الحيط انا اختي راه عايشه بلا اله الا الله. ما عندي ما انا ما قداش على هاد الناس. هاد الناس كيقول لك حنايا واصلين، وانا عندي عاصي ربي هو اللي كنتعنى به. ما عندي حتى شي واحد مهجمين عليا، ضربني ولدها ومن الفوق طافي عليا الضو. كتقول لي بلي في الزنقه انا طفيت عليك الضو، شوفي دابا اش غدير؟ اش غندير؟ الدير ديال سيدي ربي، ربي راه كيشوف. انا طفيتي عليا في الدنيا، ربي غيطفي عليها في الاخره. كلشي فايت ياك اختي ولا لا؟ كاينه اه. لا طفاتو عليا في الدنيا ربي غيطفي عليها في الاخره، مخليه ليا بنتي باركه هنايا بحال في الغابه. انت اش باش كطالبي اليوم؟ انا كنطالب اختي كاع الناس اللي كيشوفوا فيا بغاو يوقفوا معايا نحيدوا كاع حنايا من هاد المشاكل هذا. ما عندي ما ندير انا بالمشاكل. شحال رقم التليفون ديالك وسمك الله؟ ليلى. عطيني زعما التليفون ديالك. 0 82 0 82 18 18 07
18 07 81. هذا هو الرقم ديال السيده اللي بغى يتواصل معها ويتعاون معها. فاحنا كنتمنوا من القلوب الرحيمه ومن المحسنين انهم على الاقل يخلصوا لها غير الكره باش تقدر انها تبقى عايشه هي وبنيتها. مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، وصلنا الى نهايه البث.